تقول عبارة افعل ولا حرج، ما المقصود بها ومتى قيلت مأجورين؟ افعل ولا حرج هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله في يوم العيد عن التقديم والتأخير المناسك الأربعة التي تؤدى يوم العيد، وهي رمي الجمرة، جمرة العقبة، ذبح الهدي، حلق الرأس، والطواف والسعي. كونه يرتبها على هذا النمط، يرمي أولا ثم ينحر إذا كان عنده هدي، ثم يحلق رأسه ويقصر، ثم يطوف بالبيت طواف الإفاضة ويسعى بعده، هذا هو الترتيب الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. لو أنه قدم فحلق رأسه قبل الرمي أو طاف قبل الحلق أو قبل الرمي فلا حرج في ذلك، هذا الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، لأنه ما سئل في هذا اليوم كما في نص الحديث، ما سئل في هذا اليوم يعني يوم النحر عن شيء قدمه أو أخره من هذه المناسك إلا قال افعل ولا حرج. نعم.